مرحبا، معكم إبراهيم زقا من علي من أب في هذا الفيديو الذي سنحاول فيه التعرف إن كانت أداة شات جي بي تي تستطيع أن تعلمنا أو تدرسنا اللغة الإنجليزية. دعونا نطرح عليه أول سؤال. طبيعة الحال هو What are the uses of the present simple with examples؟ طبعا أنا أسأل الأداة هنا ما هي استعمالة الزمن المضارع البسيط في اللغة الإنجليزية مع الأمثلة. لنقر على إنتر لنرى ماذا سيكون جواب تشات جي بي تي. طبعا هنا أوكي، لننتظر فقط لينتهي من الإجابة. أوكي، إذا الجواب هو the present simple tense is used for، المضارع البسيط يستعمل في habitual actions، يعني العادات، يعني الأشياء التي تتكرر. مثلا I brush my teeth every morning. لدينا هنا every morning يعني أن العادة تتكرر كل صباح، وبالتالي استعملنا the present simple. ثم لدينا universal truths، لدينا مثل هنا يعني الحقائق العامة التي لا تتغير. The sun arises in the east، يعني أن الشمس تشرق، يعني تأتي من الشرق أو تشرق من الشرق إذا شئت من ذلك، وهذه حقيقة لا تتغير، وبالتالي نستعمل دائما the present simple. ثم لدينا timetables and schedules، يعني بالنسبة للمواعيد. The train leaves at 5 p.m. يعني أن القطار يغادر دائما على الساعة الخامسة مساء. فهنا ستلاحظون أن يعني الـ 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 إذا كانت لدينا المواعيد نستعمل the present simple. ثم لدينا expressing feelings and emotions، بطبيعة الحال عندما تتحدث عن المشاعر الخاصة بك فتقول مثلا I love chocolate. نفس الأمر يعني عندما تتحدث عن الأشياء التي تعجبك وأن أحاسسك إلى غير ذلك. بشكل عام فأنت تستعمل the present simple. طبعا أعطانا هنا أربعة أمثلة. ثم أضاف ملاحظة هنا use simple present tense with third person singular subjects he she it to add s or is to the verb form. هنا يقول لك أنه عندما تضع الأفعال في the present simple يجب ألا تنسى إضافة s في يعني ضمير الغائب هو وهي. فمثلا نقول مثلا هنا I brush، فنقول I brushes، حتى أنه قال لنا أنه يمكن إضافة s لأنه في بعض الحالات مثلا هنا مثلا love he loves نضيف s فقط هنا، بينما brush إذا كان الفعل ينتهي ب sh فبطبيعة الحال نضيف es وليس s فقط. يعني قام بشرح الأمر بشكل جيد. دعونا نطرح عليه سؤال آخر. مثلا what are the expressions to ask for and give directions؟ يعني إذا كنت تريد أن تطلب من شخص أن يعطيك أو يدلك على طريق إلى غير ذلك، ما هي الطريقة التي تسأل بها، وما هي التعبيرات أو الجمل التي تستخدم في طلب هذا الأمر وكذلك في إعطائه. دعونا نقرأ على إنتر لنرى ماذا سيكون جواب تشات جي بي تي. أوكي، أعطانا أربعة أمثلة بالنسبة لـ asking for directions، يعني إذا كنت تريد طلب يعني شخص أن يدلك، وكذلك خمسة بالنسبة لي to give directions. فلدينا هنا excuse me could you tell me how to get to destination؟ اعذرني أو سامحني، هل يمكنك أن تخبرني كيف يمكنني الوصول إلى مثلا could you tell me how to get to the bank، يعني إلى بنك أو إلى the train station إلى غير ذلك محطة القطار. ثم do you know the way to، تضيف هنا المكان، هل تعرف الطريق إلى. Can you give me directions to، هل يمكنك أن تعطيني يعني طريقة الوصول إلى. I'm lost، أنا يعني فقط الطريق. أو Can you help me find، هل يمكنك مساعدتي لإيجاد يعني هنا. ثم إذا كان شخص سألك عن expressions to give directions فيمكنك أن تقول go straight ahead، يعني اتجه يعني في هذا الطريق ولا تستدير إلى اليمين أو إلى اليسار. لدينا كذلك هنا turn left right at the، يعطيك علامة هنا يعني turn left right at the، يعني إذا كانت لديك علامة مثلا at the bank، أو يعني إذا كان لديك هنا علامة أو at the park
فيقول لك استدر يسارا أو يمينا عند وصولك إلى هذه العلامة. ثم لدينا هنا it's the building street on your left or right، يعني هناك مبنى أو شارع على يمينك أو على يسارك. ثم it's كذلك هنا number of blocks away، يعني it's 5 مثلا kilometers away، 5 kilometers يعني هنا بالنسبة للمسافة. you can't miss it، يعني أن الأمر واضح ولا يمكنك أن تفقد هذا الأمر. مثلا نطلب منه كذلك أن يكتب لنا حوار، يعني أن يكتب لنا حوار باستعمال هذه التعبيرات الموجودة هنا. مثلا a conversation between a person okay between two people okay one asking for direction to a bank and the other giving direction هنا asking for directions. إذا لدينا شخص يسأل عن طريق لإيجاد بنك وشخص آخر يدله على هذا البنك. دعونا نرى كيف سيقوم أوكي تشات جي بي تي بكتابة هذا الحوار. إذا لدينا هنا بالنسبة للشخص الأول الشخص الثاني excuse me do you know where the nearest bank is؟ أعتذر هل يمكنك أن تدلني أين أجد يعني بنك قريب من هنا أو مصرف قريب من هنا؟ Sure. The nearest bank is on Main Street about two blocks away. يعني أن الشارع يعني أقرب بنك موجود في Main Street يعني حيين أو مجمعين سكنيين من هنا. يعني تجاوز مجمعين سكنيين وستجد هذا المصرف. الشخص الأول two blocks away. Is it easy to find؟ يعني مجمعين يعني بعيدا من هنا هل الأمر يعني سهل إيجاده؟ الشخص الثاني yes it's just yes it is نعم الأمر كذلك just go straight ahead and you will see it on your left you can't miss it فقط اتجه يعني اذهب بشكل مستقيم وستجده إلى يسارك لا يمكنك أن تفقد هذا الأمر thank you so much شكرا no problem happy to help لا مشكلة سعيد بمساعدتك فكما ستلاحظون هنا أن تشات جي بي تي يمكن لك أن يشرح القواعد يمكن أن تسأله عن أي expressions مستعملة في أي يعني من اللغة الإنجليزية ويمكنك كذلك أن تطلب منه أن يكتب لك حوار حتى أنه يمكنك مثلا أن تطلب منه مثلا إذا كنت لا تعرف الفرق بين زمنين مثلا ما هو الفرق بين the present simple و the present continuous مثلا أو the present perfect و the present simple فيمكنك أن يشرح لك هذا الأمر بشكل واضح مع تشات جي بي تي من يحتاج لمدرس للغة الإنجليزية